انا اسمي شيرين عادل، انا ابتديت في ايكيا من 3 سنين كمنافس في قسم الموارد البشريه. انا كنت محظوظه جدا ان انا كنت في الفريق اللي كان بيشارك في تاسيس الستور، لان ده زود ارتباطي جدا بالمكان. مرحله تاسيس الستور كانت من اجمل واصعب المراحل اللي احنا مرينا فيها مع الستور، لان احنا تقريبا اللي كنا بنجهز الستور بنفسنا، واحنا في الاتش ار كان علينا مسؤوليه كبيره ان احنا نوفر احتياجات الموظفين ونرفع معنوياتهم في الفتره دي. صعوبه المرحله دي عندي انا شخصيا كانت ان انا كمان كنت بالصدفه حامل في بنتي، وكان تقريبا ميعاد المقرر للولاده هو تقريبا كمان ميعاد الاوبننج بتاع الستور، فده كان شويه مخلي عندي تشالنج، هل انا هقدر احضر الاوبننج ولا مش هقدر. وانا كان نفسي جدا احضر الاوبننج عشان اشوف الستور وهو بيفتح، بس الحمد لله حظي كان كويس وحضرت الاوبننج. ولان تقريبا عمر بنتي من يعني وبعد ولادتي كان هو نفس ميعاد الاوبننج او قريب منه، فالنهارده عمر بنتي تقريبا من عمر الستور، وانا النهارده فخوره ان انا بارت من ايكيا، وانا في ايكيا النهارده اخصائيه التعليم والتطوير.